وقد هنأ سعادة السيد محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء الوفد السعودي على العرض المميز الذي قدمه خلال استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في نيويورك. وقال إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية المستدامة، وأولت اهتماما كبيرا بالمبادرات الوطنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والتي كان لها مشاركتها الفاعلة أثناء تقديم الاستعراض. وقال المطوع في مداخلة له في ختام استعراض الوفد السعودي للتقرير الطوعي إن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الحجاج والمعتمرين تؤكد للعالم أجمع الدور البارز الذي تقوم به السعودية في هذا الشأن. وقد تلقى وزير شؤون مجلس الوزراء من الوفد السعودي التهنئة على العرض الناجح الذي قدمته البحرين في تقريرها الوطني الطوعي الأول، وأشاد الوفد السعودي بما حققته البحرين بشأن أهداف التنمية المستدامة.